طيب يا جماعة، بعد ما شرحنا الجزء النظري المرة اللي فاتت بعد الموضوع ده وفهمناه، I hope إن احنا فهمناه، هنخش على ال implementation. أدي الدايرة زي ما اتفقنا، زي ما يعني زي ال schematic اللي احنا رسمناه بالظبط، اللي هو كان ده لما تمشي مع دي كده زي ما بنمشي على طول، خلاص هتوصل للشكل ده. خلاص تعالوا نراجع مع بعض تاني كده نفتكر. ادي نقطة واخد منها مقامة ال LDR ومقامة تانية، فدي نقطة اهي، ادي نقطة اهي، مقامة ال LDR ورجل منها، ومقامة تانية رجل منها، ورجل منها رايحة للأردوينو على A0 اهو، رجل تانية من المقامة العادية مع الأرضي، ورجل تانية من ال LDR مع الخمسة فولت، رجل تانية من ال LDR مع الخمسة فولت اهي، ورجل تانية من المقامة مع الأرضي. حلو، هنا باجي من السلايد ده كده الجميل ده، كأني بعمل شدة إضاءة، بختلف شدة الإضاءة على ال LDR، اللي هو أنت في الحقيقة بقى تحط عليها نور بجد. فزي ما أنتوا شايفين لما بنور النور، لما بزود النور الإيه الليد بتزود الإضاءة بتاعتها. تمام، طيب عايزك بقى تركز معايا جامد، تركز معايا. لما المقاومة بتقل امتى؟ المقاومة بتقل لما النور يزيد. طيب مبدئيا عايزك تاخد معايا زي ما انت شايف كده ان ال VR اللي هو ده VR بيتناسب عكسيا، خلاص يعني بيتناسب عكسيا مع ال RLDR. يعني ايه؟ يعني لما ال RLDR دي تقل الباشا ده يزيد، ولما ده يزيد دي تقل، خلاص. طيب فايه لما الار دي قلت تقل امتى؟ تقل لما يبقى فيه نور عالي زي ما اتفقنا. ركز معايا، الار بتقل لما يبقى فيه نور عالي لان العلاقه بينهم عكسيه، فلما الار تقل لما يبقى فيه نور عالي الفولت عشان متناسب معاها عكسيا فيزيد. تمام، لو ما فهمتش اللي انا قلته ده وانت اكيد ما فهمتوش، عيده تاني لحد ما تفهم الكلمه اللي انا قلتها دي. تمام، طيب فلما بزود الاضاءه اهو، بزود الاضاءه من هنا كده بالسلايد ده، المقاومه قيمتها بتقل فالفولت بيزيد. فلما الفولت بيزيد انا عامله لما الفولت يزيد الليد شده الاضاءه بتاعتها تزيد، خلاص يبقى ده اللي احنا عملناه. لما تيجي تاخد بالك معايا هتلاقي حاجه هتبهرك جدا، ان الكود ده هو نفس كود المره اللي فاتت بالظبط، ما عملتش فيه اي حاجه مختلفه، نفس البنز، نفس الكود البوتنشيومترز، نفس الماب، نفس كل حاجة بالظبط. ليه؟ وليه لأ؟ يعني ايه اللي هيفرق معايا في السيركت دي عن السيركت اللي فات؟ كان فعلا جهاز انالوج داخل على من الاردوينو وانا عايزه يتناسب مع شدة الإضاءة بتاعت الليد، خلاص. فبالتالي نفس الكود بالظبط. ماشي، نفتح السيان المونيتور. ايه ده، ممكن عايزين نظبطه شوية. حلو، نعمل كده اهو عند الزيرو، خلاص. وعشان مش جاي على الزيرو قوي هتلاقي ايه ان الاوتبوت بقى يعني تقريبا زيرو. لما المفروض اجي عند النص اللي هي 512 الاقي الاوتبوت المفروض تمام النص، تيجي للاخر خلاص ما هتلاقي المفروض ايه، المفروض ان الاوتبوت هنا يكون 1023. ايه بقى الكلام ده؟ يعني المفروض ان انا لما ادخل 5 فولت يتحولوا لي ل 1023. انا هنا لما ادخل كام، هو جايب على الاخر خالص، والرينج مش من 0 ل 1023 ولا حاجه، ده الرينج من 0 لحد 679. فين بقيه الرقم لحد 1023؟ وبالتالي ما كملش معايا الاضاءه كامله جدا 255. ايه الكلام ده؟ الكلام ده ان انت المقاومة دي عملت معانا فولتج دروب، هي اوريدي واخدة جزء من الفولت ده. يعني المقاومتين مع بعض محطوطين قسموا الفولت على بعض، فبالتالي اللي داخل مش هو رقم من 0 ل 23 لوحده، لا ده الفولت اتقسم على حاجتين، فبالتالي في واحد فيهم
واخد الفولت ده ومخليه عليه ومش هيخش على الاردوينو، لان زي ما انتم شايفين المفروض ان الاردوينو بيقيس الفولت من هنا لهنا. طيب مش دي مقاومه وعليها فولتج دروب؟ وهتسحب فولت. ايوه يعني هي خدت حبه فولت عليها عملت فولتج دروب، يعني هي طيب خدت حبه فولت من 5 فولت، يعني اللي بقى داخل الاردوينو ما بقاش 5 فولت، بقى رقم اصغر، بقى رقم اصغر، لان في حبه تاخده منه مثلا 2 فولت اتسحبوا في اللدايه دي فدخل هنا 3 فولت، فبالتالي دخلوا 3 فولت لما انت هنا ايه يعني ده الماكسيمم بتاعك، فاهم قصدي؟ في رينج عندك مات بسبب ان انت قسمت الفولت على مقاومتين، فاللي بقى داخل الاردوينو ما بقاش الفولت الكلي، ما بقاش 5 فولت عشان يحولوا لك من 0 ل 23، بقى فولت اقل، فبالتالي مش هيقدر يوصله ل 23، يبقى اما في حاجه غلط، فاهم؟ فبالتالي هو ده الفولت اللي ضاع، ضاع بسبب الدايره بتاعتنا دي. طب نعمل ايه؟ ما نعملش حاجه، يعني انت كنت عايز تحل مشكله وحلتها على حساب حاجه تاني. تعمل ايه؟ ان انت تاخد مثلا لو عايز تحسن الحاجه، عندك من زيرو، من زيرو تشوف المينيمم وتشوف الماكسيمم، من زيرو ل 679 تروح جاي في الكود هنا تقول له بقى والله ايه انا مش عايز اناسب من الزيرو ل 23 مع ال 255، لا ده انا عايز اناسب من الزيرو ل 679 اللي هو اعلى رقم ارينا ده للزيرو 255. فيبقى انت كده فعلا ظبطت ال 3 فولت دول مع الليد، مع الليد على طول. فاهمين انا بقول ايه؟ لان زي ما احنا شايفين هنا ان ال 679 هي اللي بتطلع المفروض، كان يعني انا كان نفسي ان 1023 تطلع 255، طب انا مش هجيب 1023، عمري ما هجيبها، لان انا زي ما قلت في جزء اتحرق في المقاومه دي خدته. طيب اعمل ايه؟ الرينج بقى اللي انا الباقي لي ده اللي هو من 0 ل 900 679 اظبطه على ان هو يبقى من 0 ل 255 عادي، فانكشن ماب بتظبط بتعرف تناسب، تشيل رقم 1023 ده تخليه 200 679. تمام؟ فتعالوا نعمل هذا الموضوع. جيت انا في الكود شلت الرقم ال 1023 ده وحطيت 679. تعال نروح للسيريال، نروح للسيريال اهو، هنلاقي ان 679 بقت بتكورسبوند ل 248، فاهم؟ اللي هي تقريبا 255، يعني في هنا عايز تتظبط اكتر من كده المفروض. دي انا غلطان، المفروض تكون 279، انا عاملها 97، دي الغلطه بتاعتي بس ايش تاني. طيب في مشكله غير اللي انا بقوله ده، انا دلوقتي عملت ايه؟ انا عملت ان لما ما يبقاش فيه نور النور يطفي، لا انا عايز العكس، لما ما بيبقاش فيه نور النور ينور، ده اللي سمارت هوم. تمام؟ فحاجه زي كده يعني. انا ليه عملت كده اصلا؟ عملت كده لان ده يعني احنا كنا بندرس حاجه نظري وبنشوف ده بيتناسب مع ده ازاي. دلوقتي بقى انا هطلع من حته النظري والساينس ومش عارف ايه وتخش في حته الابليكيشن، انا مش عايز كده خلاص. طب اعمل ايه؟ بمنتهى البساطه لما تيجي لو فكرت في الموضوع هتلاقي ان انت هتقول له ناسب لي من الزيرو ل 697 دول ل 255 وزيرو، مش زيرو 255. يعني ايه؟ يعني لما الفولت اللي داخل يبقى عالي هيفصل الفولت كله من على الليد، ولما الفولت اللي داك يكون داخل يبقى واطي هينور الليد جامد. هو ده اللي انا عايزه، يعني تعال نجرب الموضوع مع عدلتها زيرو 679، عملتها 255 زيرو، العكس المينيمم ظبطه مع الماكسيمم، الماكسيمم ظبطه مع المينيمم. فلما تيجي نبص للاثنين السيريال مونيتور والبتاع هتلاقي ان لما مفيش نور اهو، مفيش نور على ال LDR، يعني مفيش شمس مثلا، السنسور ده مش قاري ان في اضاءه، اللمبه شغاله وده الصح. اما نيجي نعلي النور جامد، يعني احنا الصبح احنا في الشمس، النور ينور ليه؟ نور مطفي. وتعالى بص في السيريال تلاقيه اهو، لما الفولت بقى عالي جدا مفيش اوتبوت طالع، لما الفولت بقى في النص اوت في النص، لما الفولت يبقى مفيش يبقى اوتبوت على الاخر، نورني اضاءه على الاخر، ده اللي انت عايزه. ولو مش عايز يبقى في نسبه وتناسب من الاضاءه كده، لو مش عايز اللمبه تنور نص نص، انت ممكن تعمل اللي هو لو عدت ثريشولد معين نور النور، يعني فاهم؟ لو الدنيا على المغرب كده، ما يعني ما تديش يعني ما يقعدش مثلا على المغرب ينور نص نص والصبح ما ينورش خالص، لا انا عايز على المغرب يبتدي ينور والصبح ما ينورش، يعني من بعد المغرب يبتدي ينور كامل وقبل المغرب ما ينورش خالص، حتى لو النور بيقل ما لناش دعوه. تروح عامل مثلا سيرش وتعمل اف كونديشن، لو انالوج ايكوال مثلا 300 وشويه اللي هو نص الاضاءه، نور اللي اداك على طول. فالابلكيشن ده انا سايبه لك انت، احنا هنا بنتعلم كذا حاجه مع بعض. بس فكده ده الموضوع بالنسبه للاي دي ار، وزودنا معلوماتنا في الاي دي سي، وزودنا وفهمنا يعني ايه سيريال كوميونيكيشن كويس اللي هو عمالين بنستخدمه جامد، هو واضح ان اهميته.
بس ف والمرة برضو الجاية إن شاء الله هنكمل على الاي دي سي تاني، لأن واضح إن هو من الحاجات المهمة جدا. فأشوفكم على خير إن شاء الله المرة الجاية.